هذه الصورة أمامكم والتي يعود تاريخها لسنة 2014، تظهر شابا صغير السن يلتقط صورة تذكارية مع نجمه المفضل كونر ماكغريغور. أما عن هذه الصورة فهي لنفس الشخصين فقط التاريخ 2023، يعني بعد مرور 9 سنوات. ذلك الشاب أصبح نجما ببطولات UFC، بل والنجم الثاني لأيرلندا في فنون القتال بعد مواطنه كونر ماكغريغور. تابعوا معنا هذا المقطع الشيق. آيان ماشادو غاري، الشاب الأيرلندي الذي يعد خليفة مواطنه كونر حاليا بUFC، مستوى خارق بإحصائيات فاقت حتى ماكغريغور عندما كان في نفس عمره. رصيد خالي من الهزائم ب 12 نزالا، 12 انتصارا ولا هزيمة، 7 من هذه الانتصارات كانت بالضربات القاضية. هو البطل السابق لوزن نصف المتوسط ببطولة كيج ووريرز، كل هذا وعمره لم يتجاوز 25 سنة. بعد طوله تقريبا 1.91 متر، هو مقاتل يعتبر ضخما مقارنة بفئته الوزنية 77 كيلوغراما. أسلوبه القتالي ممتاز ومتنوع، حيث يعتمد بالأساس على الملاكمة والجودو. كذلك هو بارع جدا في استعمال ركلات الأرجل، يتحكم في رجليه بشكل رائع. كذلك هو حامل للحزام الأسود برياضة الجودو، لذلك هو في الالتحامات يستطيع أن يفلت نفسه بسهولة. والغريب في الأمر أنه دخل احتراف الفنون القتالية المختلطة فقط سنة 2019، والآن هو على موعد مع دخول تصنيف كبار الوزن نصف المتوسط ببطولات UFC. أول نزال له بUFC كان شهر نوفمبر من سنة 2021، قهر فيه الأمريكي جوردان ويليامز بضربة قاضية ممتعة. منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا هو بخمس انتصارات متتالية بدون هزيمة بUFC، لا بل والأكثر من ذلك أنه لا يتأخر في خوض النزالات، والمفاجئ أنه مؤخرا خاض نزالين في ظرف شهرين فقط. تخيلوا معي، يبدو أن لديه رغبة جامحة في خطف حزام البطولة في سن صغير. صراحة آيان غاري يتطور مستواه بشكل غريب بعد كل معركة يخوضها. نزاله الأخير ضد الأمريكي دانيال رودريغيز وكيف حطمه بتلك الضربة القاضية التقنية القوية خلال الجولة الأولى، طريقة لا يفعلها إلا الكبار، ذكرتني بضربات الهيد كيك التي يسددها بطل الوزن نصف المتوسط الحالي ليون إدواردز. صراحة غاري يمتعني كثيرا بتلك الطريقة التي يسدد بها ضربات الأرجل، وما يميزه أيضا هو أن أرجله طويلة وبذلك يصيب الأهداف بشكل أسرع، كذلك أكثر نجاحة. إليكم مقارنة بين كل من آيان غاري وكونر ماكغريغور في سن 25. غاري حاليا برصيد 5 انتصارات مقابل ولا هزيمة بUFC. كونر في نفس عمره كان بانتصارين مقابل ولا هزيمة. أما بخصوص مجمل النزالات فكونر كان برصيد 14 انتصارا مقابل هزيمتين، أما غاري 12 انتصارا مقابل ولا هزيمة. كلاهما بطل لمنظمة كيج ووريرز، هناك اختلاف في الوزن فقط بينهما. كذلك آيان يعتبر كونر قدوته الأولى في عالم القتال، يحترمه بشكل كبير جدا، كذلك يقوم بتقليده سواء في تلك المشية الغريبة لكونر أو حتى على مستوى الحديث، يعني حينما صرح قال We are not just here to take part, we are here to take over، يعني نحن هنا لسنا لأخذ جزء فقط، بل نحن هنا لأخذ كل شيء. إنه الوريث الشرعي لعرش الفنون القتالية المختلطة بإيرلندا بدون منازع. وأنتم كيف ترون حظوظه أمام كبار الوزن نصف المتوسط بUFC؟ أنتظر إجاباتكم من خلال قسم التعليقات. إذا كان يعجبك هذا المحتوى وتريد الانضمام إلى عائلة LCS TV، ما عليك سوى الدعم والانتساب للقناة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف، كذلك في أول تعليق. مرحبا بك في عائلة محبي الرياضات القتالية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم وتعليقكم أسفل المقطع لينتشر بين محبي القتال. كان معكم أمين، إلى اللقاء.